مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. في العدن أو موقع عدن الغد يتساءل كيف يعيش اللاجئون اليمنيون في الصومال. ومن العربي الجديد، يمنيات يحولن سعف النخيل إلى قبعات وأوان. ومن الأخبار المنوعة، زرع شريحة في الرأس للتحكم بالكمبيوتر والهاتف عن بعد. في البداية، أقام اليمنيون الحصون والقلاع لحماية منازلهم وتجمعاتهم الصغيرة من الاعتداءات، لكن حين صعد الأئمة إلى الحكم في فترات مختلفة حولوا تلك القلاع إلى سجون لمن أقامها، وقد عاد ذات الأمر اليوم. ويعنون موقع الصحوانت تحويل حصن مصنع بالمحويت إلى سجن ميليشيا الحوثي تحيي جرائم أجدادها الإماميين. وقالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن ميليشيا الحوثي حولت أحد الحصون التاريخية في مركز المحافظة إلى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها. وناشدت المصادر وزارتي الثقافة وحقوق الإنسان بسرعة إنقاذ حصن مصنع التاريخي الذي حولته الميليشيا إلى سجن لمعارضيها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. وفي الحصن التاريخي يقبع عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، ويتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب في سعي حوثي لتدمير ممنهج للآثار التاريخية اليمنية الذي يتجسد في عداء الإمامة لحضارة وثقافة اليمن التاريخية. وذكرت المصادر أن هذا يأتي بعد أن استكملت الميليشيا ترميمه وتهيئته كسجن يعيد ذكريات الأئمة وفترات حكمها، كما يأتي ذلك بعد أن امتلأت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون بالمختطفين من معارضي الميليشيا السياسيين. يتواجد في العاصمة الصومالية مقديشو كثير من اللاجئين اليمنيين المدونة أسماؤهم بسجلات الهيئة الوطنية للاجئين ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ويتساءل موقع عدن الغد كيف يعيش اللاجئون اليمنيون في الصومال؟ وأكد عدد من اللاجئين للصومال الجديد بأن الهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية باتت تستخدم اللاجئين اليمنيين في مقديشو مصدرا للارتزاق والكسب اللامشروع. وأشاروا إلى أنه مضى على وجودهم بمقديشو زهاء 4 سنوات، وأنهم لم يستلموا أي إعانة ولم يحصلوا حتى على سكن أو مقابل إيجار سكن، ويعيشون في ظروف صعبة وأصبح حالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. واتجه عدد من اللاجئين اليمنيين إلى ضواحي مقديشو حيث افترشوا الأرض والتحفوا السماء عقب عجزهم عن دفع إيجارات المساكن في المدينة. ويتواجد من تسمح لهم الظروف بالبقاء داخل العاصمة بمديرية شبس بنسبة كبيرة وفي مديرية أخرى بأعداد قليلة. ويأتي هذا في الوقت الذي يتسلم فيه اللاجئون اليمنيون في بونتلاند وأرض الصومال معونات شهرية وبشكل دوري، إلى جانب دور برنامج الغذاء العالمي الذي يعطي اللاجئين هناك بطاقة غذائية شهرية، وهو ما لم يحصل عليه اللاجئون في مقديشو. وأفاد الموقع أن اللاجئين اليمنيين في مقديشو يحصلون على التعليم المجاني والصحة، وأنهم عبروا عن تقديرهم للصومال حكومة وشعبا، وأوضحوا أنهم لا يعتبرون أنفسهم أجانب في الصومال بل يعتقدون أنهم في وطنهم وبين أهلهم. معوقات خارجية للديمقراطية العربية، تحت هذا العنوان كتب حسين عبد العزيز مقاله المنشور في العربي الجديد. كانت الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء لها في العالم الثالث غير آبهة ما إذا كان شركاؤها ديمقراطيين أم لا. هكذا تحالفت مع باكستان ومصر أنور السادات، وكان ثمة رأي في الولايات المتحدة آنذاك يركز على السياسة الخارجية للدول في العالم الثالث وعلى سياساتها الاقتصادية الداخلية. ما بعد الحرب الباردة ظهر توجه عالمي لتأييد التحول الديمقراطي
ودعم حقوق الإنسان من دون أن يؤثر هذا التوجه الجديد على مبدأ السياسة الأمريكية الخارجية التي قد ترفض الديمقراطية وتحاربها إذا ما حددت مصالحها في هذه الدول. مع مطلع القرن 21 أصبح نشر الديمقراطية هدفاً عالمياً، ولكن الولايات المتحدة وجدت نفسها مضطرة إلى التعامل مع الدول الفاعلة في محاربة الإرهاب بغض النظر إن كانت ديمقراطيات ناشئة أو نظماً استبدادية، كما الحال مع باكستان ومصر والسعودية وحتى النظام السوري وإن بشكل غير علني. في مرحلة الربيع العربي بدا التخبط واضحاً على الولايات المتحدة، فمن جهة هي غير قادرة على عدم دعم الاحتجاجات الثورية المنادية بالحرية والديمقراطية، ومن جهة ثانية كانت تخشى أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى اضطرابات في بعض الدول المهمة وأن تصل إلى حكمها تيارات معادية لها ولإسرائيل. في مصر خشيت الولايات المتحدة أن يؤدي استمرار نظام حسني مبارك في الحكم إلى إشاعة الفوضى، فمارست ضغوطاً من أجل تنحي مبارك والبدء بعملية ديمقراطية، ولكن وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم والبدء باتباع سياسات بطيئة لإعادة مصر إلى مكانتها العربية أرعب الولايات المتحدة وإسرائيل، فعملت سراً على الإطاحة بالتجربة الديمقراطية الوليدة ودعم الانقلاب العسكري. وفي ليبيا لم يكن الهدف الأمريكي إنشاء مسار ديمقراطي بقدر ما كان إسقاط حكم معمر القذافي ونقل البلاد إلى مرحلة الفوضى من أجل الهيمنة على النفط الليبي. تشهد محافظة عمران حوادث اغتيالات وتصفيات لقيادات وواجهات قبلية لعبت دورا بارزا في تمهيد طريق الحوثيين نحو العاصمة صنعاء في النصف الثاني من العام 2014. وعنوان موقع المصدر أونلاين: حصاد الخيانة، تصفيات حوثية في عمران لزعامات قبلية مهدت طريق الحوثيين إلى صنعاء. آخر تلك الحوادث مقتل القيادي الحوثي العميد محمد الشتوي، أحد أبرز قيادات الميليشيا الحوثية في محافظة عمران، بمواجهات مع قيادي حوثي آخر يدعى مجاهد قشيرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين، فإن القيادي قشيرة أطلق النار على الشتوي وأرداه قتيلاً، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات عنيفة لم تتوقف إلا ظهراً بتصفية مجاهد قشيرة، علماً بأن الأخير ساهم أيضاً في إدخال الحوثيين إلى ريدة. وأكدت المصادر المحلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 من الجانبين، والقيادي محمد الشتوي كان من أبرز القيادات التي شاركت في إسقاط عمران، كما أن الضحايا سواء من قبيلة سفيان أو الغولة جميعهم ممن ساهموا في إسقاط عمران بيد الحوثيين كما شاركوا في إسقاط صنعاء. وفي وقت سابق أفاد مصدر محلي أن القيادي الحوثي خالد علي جمعان من أبناء مديرية المدان قتل برصاص مسلح حوثي آخر. ورجحت المصادر أن تصفية القيادي جمعان تأتي ضمن مسلسل تصفيات تنفذه الجماعة للتخلص من الأدوات التي ساعدتها في إسقاط عمران وصنعاء. أكثر من إيران واحدة، تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله في صحيفة الغد. تبدو إيران برغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في وضع أقوى، إذ أنها قادرة على الرد عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، وهي قادرة على الرد عبر العراق وعبر سوريا وتحديداً من خلال جولان وضد إسرائيل، وقادرة على الرد عبر لبنان بواسطة حزب الله ضد إسرائيل، وقادرة على الرد عبر اليمن بواسطة جماعة الحوثيين وصواريخها التي يتم إطلاقها على دول عربية، وقادرة على الرد عبر البحر الأحمر وباب المندب، ثم فوق كل هذا عبر غزة والتحالف العلني اليوم بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة وطهران من جهة ثانية. علينا أن نعترف هنا أن واشنطن في مشهد التوتر الجاري في المنطقة أجبن من أن ترد، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يقترب من الانتخابات وهو لا يضمن حماية جنوده في العراق ولا حماية هذه المنطقة ولا حتى أمن إسرائيل التي تبدو هي الأخرى
مذعورة كونها تدرك أنها ليست أمام طرف مركزي واحد يمكن تصفيته والانتهاء منه، بل أمام نظرية جديدة قائمة على صناعة أكثر من 7 ساحات مركزية وبديلة مؤهلة للرد في حال تعرضت إيران لضرر، وهي العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن ومضيق هرمز وباب المندب، فوق المخفي والمستور في دول أخرى عربية وغير عربية. ما يمكن قوله استخلاصاً أن الأدلة كثيرة على أن الملف الإيراني ليس سهلاً ويشكل أكثر من صداع للولايات المتحدة، ويبدو واضحاً أن الإيرانيين الذين صنعوا أكثر من إيران واحدة في مناطق عدة استعدوا جيداً لهذا التوقيت، بما يجعلنا أمام مشهد يتجاوز الإثارة التقليدية إلى تحد كبير ويختلف عن كل التجارب السابقة. بدأت صناعة الخزف في اليمن، هذه الحرفة الثراثية التي تعتمد على سعف النخيل، تتلاشى بفعل عوامل ساهمت في تراجع الإقبال عليها، رغم أن هذه المهنة الشاقة والمعقدة ظلت تكافح للوجود منذ قرون كما تقول العربي الجديد، إلا أنها لم تعد تدر دخلا كافيا على محترفيها ومحترفاتها الذين ينتمون في الغالب إلى الطبقة المهمشة في اليمن، ويشكو العاملون والعاملات بها من صعوبات تعترضهم، منها ظروف الحرب في اليمن والوضع الاجتماعي المزري لأبناء هذه الطبقة الكادحة، وتراجع الطلب على المنتجات التقليدية من قبعات وأوان تكدح الأيادي فيها. وتعتمد صناعة الخزف على سعف النخيل والذي يشكل قوام هذه المهنة، إذ يلجأ محترفوها إلى شراء سعف النخيل من المزارعين ثم يقومون بتعريضه للشمس حتى يصبح صالحا للاستخدام، ثم يباشرون حياكته على شكل قبعات وأوان زخرفية أو خزفية يتم تلوينها بطريقة شاقة. هدى أحمد إحدى العاملات في الحياكة الخزفية تشير إلى أن أسرتها تعتمد بشكل أساسي على هذا العمل، وهي تشكو من ضآلة العائد المادي من الصناعة الخزفية الذي لم يعد يغطي حاجات الأسرة. تضيف: نشتري النخيل بأسعار باهظة من المزارعين ونجد صعوبات بالغة في حياكته، إضافة إلى ذلك فإننا لا نجد التقدير الاجتماعي المطلوب. وتؤكد أنهم يبيعون القبعة الواحدة ب500 ريال يمني، ما يعادل دولارا واحدا، وهو مبلغ ضئيل قياسا إلى المشقة التي تتطلبها حياكة قبعات من الخزف. صحيفة ويست فرانس الفرنسية تتساءل: هل يقلقنا وصول القوات الأمريكية إلى السعودية؟ ثم تقول: إنها المرة الأولى منذ مغادرتهم السعودية في عام 2003 ستعود القوات الأمريكية إلى المملكة في سياق توترات قوية مع إيران وحوادث جديدة في المنطقة. هذا هو أول انتشار من نوعه منذ انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السعودية بعد انتهاء الحرب ضد صدام حسين. هناك قضوا 12 سنة وشنوا حربين في العراق 1991 و2003، لكن هل يمكن لهذا الانتشار الجديد أن يبشر بصراع جديد في الخليج؟ بالنسبة للسعودية كما بالنسبة للولايات المتحدة، يلبي نشر القوات المسلحة أهداف الاستقرار والسلام والردع، لكن بالنسبة لأندرياس كريج الأستاذ في كلية كينجز في لندن، فإن نشر القوات هو جزء من مظاهر القوة والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة خياراتها العسكرية في حالة شن ضربة عسكرية ضد إيران. لم يتم كشف النقاب عن عدد القوات الأمريكية التي سيتم نشرها في السعودية، لكن وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية سيتمركز 500 جندي في قاعدة الأمير سلطان الجوية. القاضي أندرياس كيرش قال أيضا: بالكاد يمكن اعتبار 500 جندي أمريكي في السعودية تعزيزا للقوات الخاصة، خاصة عندما نفكر في حرب مع إيران. سيتواجد هؤلاء الجنود هناك لتجهيز قاعدة الأمير سلطان الجوية والاحتمال استضافة سرب جديد. يتساءل مركز صوفا للاستشارات الأمنية والاستخباراتية في مقال ترجمته صحيفة الاستقلال الجزائرية: لماذا لا تستطيع السعودية الخروج من اليمن مثل الإمارات؟
ثم يجيب عن التساؤل بالقول. عقب عملية إعادة تقدير لحساب التكلفة مقابل الفوائد في اليمن، فإن السعودية ستجبر على تحمل المزيد من العبء المباشر لمواصلة حربها. لم تنسحب الإمارات بالكامل من اليمن، حيث قامت بإعادة تموضع القوات، إلا أن القرار أجبر الرياض على نقل بعض قواتها إلى القواعد العسكرية في مينائي المخا والخوخة بالقرب من ميناء الحديدة الاستراتيجي، بالإضافة إلى نقل قوات سعودية إضافية إلى عدن. هذه التحركات تعني أن الرياض ستحتاج إلى قوات برية خاصة بها على الأرض، وكذلك طائرة في الجو، إذا كانت ترغب في مواصلة المستنقع الكارثي الذي بدأته في اليمن منذ عام 2015. ومن غير المرجح أن يدعي المتمردون الحوثيون تحقيق انتصارات على الأرض نتيجة لانسحاب الإمارات من الصراع، إلا أنها حتى في أقصى حدود قوتها لم تتمكن القوة السعودية الإماراتية المشتركة من تحقيق هدفها المعلن، وهو هزيمة الحوثيين. إعلان النصر على الحوثيين لا يزال يمثل أولوية قصوى لدى السعودية، حيث يمثل المتمردون تهديداً حقيقياً على طول الحدود الجنوبية. كل التهديدات التي أعلنتها الرياض كمبرر للحرب قد زادت بالفعل، إذ أصبح تأثير إيران في اليمن الآن أكبر، والحوثيون يشكلون تهديداً عسكرياً لجنوب المملكة أكثر مما كان عليه الحال عندما بدأت الحرب. ومع فقدان الرياض لأهم شريك للعمل المباشر وهي الإمارات، فإن عدد القوات السعودية التي ستنتقل إلى القتال هو سؤال يلوح في الأفق. وبالنسبة للإمارات، لا يوجد جانب جيوسياسي إيجابي لمواصلة دورها في حرب اليمن، أما السعودية فقد وضعت نفسها في زاوية جعلت خروجها من اليمن صعباً. قال علماء آثار في إسرائيل إنهم اكتشفوا بقايا مسجد في الصحراء أو صحراء النقب بالجنوب، وأوضحوا أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف مبنى آخر مشابه في هذه المنطقة. وعنوت صحيفة الشرق الأوسط: علماء آثار إسرائيليون يكتشفون مسجدا في صحراء النقب عمره 1200 سنة. وذكر جون سيلجيمان وشهار زور رئيس فريق التنقيب عن الآثار في هيئة الآثار الإسرائيلية أن الكشف عن مثل هذا المسجد الصغير الذي يعود لإحدى المدن في القرنين السابع والثامن الميلادي أمر نادر، خصوصا أنه يقع في المنطقة الموجودة شمال مدينة بئر السبع. ويرجح الباحثون أن هذا المسجد المربع الأضلاع المكشوف من الأعلى والذي له محراب مستدير كان يستخدم من قبل مزارعين في المنطقة، وأشاروا إلى أن قبلة المسجد هي مكة. كما عثر الباحثون أثناء عمليات التنقيب على مزرعة تعود للقرنين السادس والسابع الميلادي، كانت تتكون من منازل بها غرف معيشية وأفنية داخلية ومخازن ومواقد لإعداد الطعام. هل تخيلت أنك ستتمكن يوما من التحكم في جهاز الكمبيوتر والقيام بعملك بمجرد التفكير فيه ودون حاجة لليدين؟ هذا ما تخطط له شركة أمريكية عبر زراعة شريحة إلكترونية في المخ، فهل سينجح الأمر عند إجراء المحاولة على البشر؟ يتساءل موقع ألماني في تقرير بعنوان: زرع شريحة في الرأس ستمكنك من التحكم بالكمبيوتر والهاتف عن بعد. من على خشبة مسرح أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، كشفت شركة نيورا لينك الأمريكية الناشئة عن خطتها الجديدة لإجراء تجارب على البشر بغية زرع شريحة إلكترونية في المخ. الشريحة سيتم زراعتها أو زرعها بواسطة ريبورت شديد الدقة لتجنب الاصطدام بالأوردة في المخ، وتتصل لاسلكيا بجهاز صغير يتم تركيبه خلف الأذن، حيث تقوم الشريحة بالتقاط الإشارات الصادرة من المخ وإرسالها للجهاز الصغير الذي يقوم بدوره بالتواصل مباشرة مع الكمبيوتر وتحويل إشارات الدماغ إلى مجموعة أوامر يقوم الكمبيوتر بتنفيذها. ووعدت الشركة بأن يكون شكل وحجم الجهاز الذي يتم تركيبه خلف الأذن شبيها بأجهزة تقوية حاسة السمع، حيث يمكن إخفاؤه أسفل الشعر أو بارتداء قبعة. ووفقا لموقع أمريكان ساينس، قامت الشركة بتجربة الفكرة على 3000 من الحيوانات المختبر، وأتاحت ما توصلت له من نتائج للجميع
عبر نشر ورقة بحث على شبكة الإنترنت. أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية أمال موسى كتبت مقالاً عن مدى تقبلنا للديمقراطية ونتائجها وكيف يجب تهيئة المجتمعات لقبول النتائج، وأضافت الكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط. لنأتي إلى الوظيفة المهمة التي لا نعيرها اهتماماً، وهي أن نتائج الانتخابات بما تقدمه لنا من معطيات إنما تقدم لنا بشكل غير مباشر ما يجب أن نشتغل عليه كي تكون الديمقراطية فعلاً مصدر خير وحرية للشعب. فالديمقراطية يمكن أن تمكن الإرهابية من الحكم، ويمكن أن تساعد عدو الوطن والجاهل بالدولة والحكم والمجتمع والفاقد للكفاءة، تمكن الذين لا يستحقون الحكم من الحكم. وكي لا يحصل هذا لابد من تغيير الحقائق الاجتماعية ومن الاشتغال على الثغرات التي يتسلل منها فاقدو الكفاءة والأهلية وينجحون في التأثير على غالبية الناخبين. هذه فعلاً مشكلة، والحل كما يبدو لنا يكمن في التعاطي مع الديمقراطية من أبعادها كافة وتوظيف ما تقدمه من معطيات واقعية من أجل القراءة والدرس والمعالجة. ومن الخطأ الاستسلام ثقافياً واجتماعياً لنتائج الانتخابات واعتبارها واقعاً جامداً لا يتغير، فالمجتمعات المتحركة قيمياً وثقافياً فقط يجب أن تحظى بعناية فائقة من النخب. وإذا تم التفطن إلى الوظيفة الأخرى للديمقراطية فإن كل دورة جديدة من الانتخابات تصبح موعداً جديداً لقياس التغيرات الحاصلة في المجتمع ومقارنتها بما يمكن أن يكون مشروع البناء القيمي للشعب في عملية تعديل مستمرة. إن الديمقراطية التي تشكل فعلاً في مجتمعاتنا اليوم سلاحاً ذا حدين تبقى طريقة مجدية في تحديد الملامح السياسية للشعب كما هي في الواقع وبكل ما فيها من تشوهات صادمة، فهي تقوم على مبدأ حكم الأغلبية ولا تهمها هذه الأغلبية إلا من ناحية عدد الأصوات التي حصدتها. ولما كنا في أمس الحاجة إلى أغلبية تتمتع بمصداقية في مشروعها المجتمعي فإن نتائج الانتخابات تساعدنا في ضبط الأغلبية الكائنة اليوم والأغلبية التي يجب أن تكون وغير متوفرة اليوم. صحيفة الديلي تيليغراف وثقت مجموعة من المناظر والأحداث من خلال الصور القادمة من مناطق مختلفة من العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذه الحلقة. رسمة كاريكاتير واحدة تساوي عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس بقليل من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من رسوماتهم في جولتنا التالية. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.